السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كاين واحد الحدث عند مواليه زوين، يعني فرحانين بيه وجايبين الفرحة حتى للناس باش يشاركوهم معاهم باش يفرحوا معاهم. هاد الحدث مفتعل وصار دابا على صعيد اليوتيوب. اي وحده بغات دير البوز الا وكتحضر الدقيقيه والنقافات وكتجلس تجيب مال اللبسه من غير النقافه، وسبحان الله داكشي كيكون غير في الرادي. هاد البوز اللي ولا كيطلع بالنشاط وكذا ماشي مشكل، يعني يطلع بالنشاط، ولكن علاش هاد البوز مفتعل؟ بحال دابا اللي بغات دير مثلا اسبوع كتجيب الدقيقيه وكتجيب النقافه وكتجيب ماني الحلوه وكدير الاشهار، لكل شيء كيتقام عليها فابور. ايه زوين، ولكن ديريها مثلا جمعه ديال الحباب، ديريها مع شي حاجه اللي هذا ما يمشيوش الناس لشي حاجه اللي هي تقليديه محضه يطيحوا بها. بحال العرس كيبغي اللمه، بحال السبوع تيبغي الحباب وتيبغي اللمة، وكلهم بجوج كيبغيو الصحاب. يعني لهاد المناسبة تيبغيو الصحاب والحباب، وكتكون ما كتكونش مفتعلة، بالعكس كتكون صحيحة. وانت كتكون مفتعلة كتكون مع دوك الناس اللي كيبغيو يتزوجوا داك المارياج بلون، وكي يجمعوا غير هكا تصاور وداكشي وكيديروهم. هذوك كانت كدوز هكا كيدوزوها الناس ماشي مشكل، لان كيبغيو يديروا دوك التصاورات ديال العرس باش كيمشيو يديروا، كيكونوا متفقين واحد جوج ديال الناس باش كيمشيو يديروا الوريقات ديالهم، ما فيها ما عندها لا ضر لا ضرار. لكن واحد النهار حنا حتى صبحت علينا واحد السيده اسمها دنيا، خرجات كترد على واحد الام ديال واحد السيد اللي سميتو غالي. قالت لها سرقتي لي الذهب وسرقتي لي ولدي وتلفتي عليا وخسر عليك فلوسو وهادي. وخرجت هذيك السيده دنيا، هذيك الانسه الجميله ما غاديش نكرو، وردت عليها وقالت لها ما خديتش لك ولدك هو اللي تفلى عليا، وانا تلاقيت معاه وكنت خدامه معاه وهذا، وغادي ياخذني واحد السيده صاحبتي هي اللي دارت المشكل وهذا. وفكوا ديك اللغز اللي كان بيناتهم وسكتوا عليه. كنظن ان هذاك المشكل كان بصح، سكتوا عليه. واحد النهار تخرج لينا هذاك الغالي، قال لك سيدي بغى يخطب هيام. هي معروفة أن واحد السيدة كدير البوز بأي طريقة، غير هي كديرها بواحد الطريقة اللي كيستغلوها فيها الناس. وهذيك السيدة هي كتبغي، هي باغية تجوج، باغية ترجع لراجلها وباغا تجوج. هذيك النقطة ديال باغا تجوج هي اللي فين ما كاين شي شاب إلا وتستغل هذيك السيده في هذيك النقطه ديال الزواج، وكيمشي كيقول لها بغيت نتزوج بك. ومنهم هذا الغالي اللي كان بمحض ارادته وكان هو اللي باغي. واحد النهار حتى طلع لينا في الاعلام مع هيام وقال لك هذا راه السيد باغي يخطبها وكيبوس لها في يديها، يعني كان جالس بواحد الشوه. حتى الناس لاحظت انه يعني هذاك الشيء راه ماشي صحيح، راه داك الشيء مفتعل. وغير باش واحد النقطه نقولها لهاد الصحافه الرديئه، هاد الصحافه اللي نقدروا نسمي واحد السميه واحده اخرى، هاد الصحافه اللي كتضحك على راسها الغير معترف بها، صحافه ديال راسها اللي كتجلس وكتجيب واحد جوج ديال الناس اللي هما معروفين وكيكونوا يعني عندهم واحد الجدل معروفين به، وكتجيبهم وكتقول لهم اجي ديروا هادي وديروا هادي. لكن نرجعوا لذاك الطريقه ديال الجواج اللي قلت لكم، اللي طلعت مع بزاف ديال الناس اللي هما الاولين، بحال مثلا باطمه كانت اي حاجه كديرها كتجيب الدقيقيه كتنشط هي وخواتاتها، عندها عيد ميلاد كدير كتطلع فوق العماريه.
مثلا اسماء بيوتي، كدير اي حاجه كتجيبها. هادو الناس هما اللي بينوا ان البوز لازم يكون فيه النشاط، وفيه مثلا اسماء بيوتي ايه كيكون عندها واحد الحدث وهي حتى بغضمة، وكيديروا هذاك النشاط واخا. لكن فينا هي اسماء بيوتي من العائله، ما عندهاش العائله، مازال باطمه، عندها الصحابات وعندها العائله وكدير داكشي همها، وما قلناش مشكل. المشكل فين كاين؟ هو دابا اللي طلعوا هاد الشباب اللي غير كيبانوا، هذا صديق المشاهير، هذا عم المشاهير، هذا ونيس المشاهير، كيجي حتى هو كيشد شي وحده كيقول ليها تخاصم هو وياها ويتصالحوا، كيجيو كيبقاو جالسين بكثره اللي مربيين، وكيقولوا ليه ما ديرش دوك الحركات اللي درتي معايا باش ما تعيقش، مع ان كل شيء مفروش. بقى متماسك راسو مره مره يمد يديه، ولا مثلا من يعنقها بغى يتصور معاها جره، عنده واحد الجره. هادشي كله يمكن العدسة ديال الكاميرا ديال الصحفي اللي قلنا هاد الصحفي اللي ماشي صحفي، كيقول راها تعدت ما شافوهاش الناس. لكن لازم يعرف ان عدسة العيون ديال المغاربة دقيقة جدا، كتفلي كل شيء. نرجعوا لهاد لهذا الوقت اللي ولات بحال هكا، اللي ولات كلها كتمشي غير ورا الفلوس. كان زمان الناس كتنعس، كتفيق الصباح بكري، كتخرج كتجري كتقلب على خدمة، اللي في المعمار واللي في الفلاحة واللي في الإدارة واللي في المدرسة، وكل واحد فين كيمشي كيقلب على خدمة، مع السرويات، مع الصباح بكري والبرد والكبابط والحالة. في هذا الوقت هذا لا، ولا بنادم كينعس كيفيق كيجلس على البيسي كي يمونطي الفيديو اللي سجل البارح او سجل الصباح. شنو كيدير؟ كيخصو غير عنوان وشي حاجه اللي كتير الانتباه. هاد السيده دنيا اللي غادي نقولو، وهاد الغالي غنقولو، خسرت الدنيا بهاد الناس على اسمائهم دنيا وغالي، خسرت الدنيا بهاد الفعل اللي داروا، عيب. خصوصا لما طلعت هاد الدنيا قالت انا ما بيني وبينه هي متى شي حاجه، لكن بغيت نوجه لها واحد النصيحه. خصها تعرف بان الناس كتخطب من دارهم، ما كتخطبش من الزنقه. فعلا حتى انت راك تخطبتي من داركم، لكن درتي واحد الشوهه اكثر من اللي تخطبت في الزنقه، مع العلم ان هي مخ تخطبت في الزنقه راها قالت بلي راه هادشي غير، وكانت كتكلم مع الناس في واحد المكان معروف انه ماشي دارها، ماشي دارهم، ماشي وماشي غير مع واحد، مع جوج، مع ثلاثه، مع بزاف الناس. وهذيك السيده كتقول بان انا مريضه شويه في نفسيتي، تعبانه، عندي واحد الاكتئاب من الظروف اللي مرت فيها. ما غاديش نلوموها، بالعكس حنا غادي نعاونوها باش هاد السيده ما تبقاش ترجع هادشي، وفعلا هادشي اللي صار ليها مع بعض الناس اللي ناضوا وعاونوها. المشكله فيك انت اللي خرجتي واحد النهار كتشكي من بعض الناس وكتحكي قصتك وانت مألومه وقلبك كيسيل دم وندمانه على الوقت اللي عرفتك بهذا السيد. كتجي اليوم وكتقولي انا فرحانه، والفرحه ما خلتنيش نهضر، والفرحه ما خلتنيش نتكلم، والفرحه اللي انا ما عارفاش شنو ندير بهذه الفرحه كلها. عيب عليك انك تظلمي واحد السيده اللي هي مرا بحالك بحالها، ضربتها الظروف وجيتي انتي تبني البوز ديالك على ظهرها. كيف قلتي انتي بديتي بهاد الجمله، كيف هو الخاسر اللي انتي قلتي كتدعي انك غادي تجوجي بيه، حتى هو قال هاد الكلمه نهى بها الفيديو. كنتمنى ان ما تبقاوش تضحكوا علينا وتحسبونا حنا يعني كنتفرجوا غير باش نضيعوا الوقت. راه بعض منا كيتفرج باش يدير عليكم فيديو، بعض منا كيتفرج باش يعرفكم انكم انتوما راه غير كدابين. وحسب الكومنتات اللي عندك ان كلهم
كلهم الناس عرفوها انها راه غير كذوب، والناس اللي تقول لك مبروك غير من هذوك الناس اللي كيعرفوك وما جاوش حضروا لك. فين هو هاد العرس؟ ولا الزمان قلت لكم الدنيا خسرات بان صار العريس كيجي وكيقول انا جاي عند المراه للدار وبالتقاليد وبالعادات. اش من عادات؟ فين امك؟ فين اختك؟ فين مرا كبيره جداتك دمك وجداتك دباك؟ فين الرجال الكبار؟ فين عمامك؟ فين الجيران؟ كتكون الدار عامره في الخطبه كانوا كتكون غير على بعضياتهم. نادو الناس وسعوا الفرحه وقالوا لا خص البنت تعرف بلي راه تخطبات، ولاو كيجيبوا معاهم الناس الكبار، وفي الحنه كيجيو البنات الصغار، وفي العرس كتكون الدنيا مخلطه فيها صغير وكبير لان الفرحه كتعم كل شيء. انت اللي جاي كتضرب في اعراض ديال السيده اللي انت مشيتي ساهمتي انك تكون معها، وانت اللي قلتي ليها انا ندير راسي حتى انا راه انا غادي نتزوج بيك. دابا جايك شاد وحده اخرى اللي كتضحك على راسها وتصحاب راسها هي احسن من هي، حتى حد ما احسن من حد، لا انا احسن منك ولا انت احسن مني ولا انت احسن من شي حد. الناس كلها كتخطأ، واللي كيخطأ ما خصناش نبقاو نضحكوا عليه، بالعكس نشدوه ونجلسوه ونهضروا معاه باش يعرف الخطا ديالو فين، حيت حتى انا واحد النهار غادي نخطا، غادي نحتاج شي واحد غيجلسني ويقول لي الخطا ديالك منين غيبدا وهمني غيسالي. ماشي تجي وتجلسي وديري التاج فوق راسك وتقولي راه الدنيا صافي مشات، انت بغيتي تحيدي الكلومه ديال داك الشفره ديال الخاتم اللي قال انك هزيتي ليه هو امه، ولكن ما فكرتيش انك ضربتي في واحد السيده اللي بحالك بحالها، امراه بحالك بحالها. صحيح انه هي مخرجه للزنقه كتضرب ديك التماره على وليداتها باش تعيشهم وباش تعيش، وهذا ما كيعطيش انني انا راه بغيتها دير داكشي وكنايدها فيه، لا، ولكن حنا كنهضروا بالرحمه كنهضروا بالقلب. ما تجيش انت اليوم وتجلسي وانت داركم ما معاكش لا امك لا باك لا اختك لا خوك لا عمتك لا بنت خالتك غير النقافة بحال الغراب ولابسة الكحل وواقفة، كتمشي وتجي وتصلي على النبي بالغوات، كتقول عوك عوك عباد الله، ما كنطقش حتى الصلاة على النبي مزيان. اش من نقافة اللي ولات النقافة كتجر واحد الصوت اللي كتخليه كأنه صياح، راه ما بقاش عرس هذاك. والبنات اللي اللور، البنات اللي اللور اللي جايين بالجينات، كاين شي فرح اللي كيجيب ليه بالعادات والتقاليد؟ الناس كتلبس التكاشط، واللي ما قدرش تلبس التكشيطه ولا ما عندهاش كتمشي تكريها اولا كتسلفها من عند الجاره وكتمشي للخطبه، خصوصا الخطبه. الخطبه كيمشي فيها الانسان خاسر على راسه كتر باش يمشي يبان الناس ديال العروسه يبانهم في اول وقت. اش من حنه جبتي؟ اش من حليب؟ انت كون كنتي جالسه في داركم وامك معاك، ها كون حطت لك التمر في الطبطيل اللي او الزلافة اللي معروف بها المغاربة التقاليد والعادات ديالهم، والكاس او الجبانة ديال الطوس اللي كتحط فيها الحليب، ماشي في كاس ديال حياتي وتقطعي التمر من الصينية وتجبديه ويعطيه لك وتعطيه ليه. عيب هادشي اللي كتبقاو تطلعوا روسكم على الناس، هي انسانة كيف ما كان الحال، هي واحد السيدة اللي الظروف هي اللي خلاتها تلعب بها. فين عمرك شتي انتي ولا انا ولا وحده اخرى هي ولا عرفنا قصتها، ولكن منين ضاق بها الحال خرجت وقالت هذيك الكلمه باش تبان، باش حتى هي تطلع حتى هي دير القناه ديالها. ماشي مشكل الانسان الى غلط في واحد اللحظه وبغى يوصل لواحد الحاجه ووصلها بواحد الغلط ويتراجع. الغلط هو ان احنا نعاونوا داك السيد باش يتمادى على داك الغلط، والغلط اكثر اننا نجيو نضحكوا عليه ونضحكوا على خلق الله. ما عرفتيها مريضه، ما عرفتيها حتى شي حاجه، كيف ما كان الحال هي احسن منك طلعت وقالت هذاك الشيء غير بس. ومني كتكون جالسه هي كتكون كتهضر كتبين انها هي واحد السيده ما مركزاش، لان الوقت والظروف هي اللي خلاتها كترتجف في الكلام وكترتجف وما مركزاش. واحد النهار هي غادي تكون سيده اعمال وغادي تعرف بان كان كيضحك عليها كيف ما هي عارفه الان ان كيضحك عليها. عيب علينا اننا احنا ما نضمنوش كمغاربه غير اللي دارت شي قناه او باغا دير قناه بحال اللي بغيتو ديروا نتوما،
وكتبقى تضرب في اعراض الناس اللي معروفين. نوض انا نشد اسماء ونعايرها، او لا نشد هيام ونعايرها، او لا نهضر في باطمة ومشاكلها، او لا نهضر، لا نهضر ونقد، نقد بناء ونعاود علاش هادي، ولكن ما نضربش في اعراض الناس. ما نقولش دارت ولا ما دارش، لان الحقيقه كيعرفها غير الله سبحانه وتعالى. عيب عليك انتي اللي جايه بنت شابه في مقتبل العمر وباقا صغيره، كديري شي حويج اللي مستنكراهم هي في وقتك، في وقت اللي كانت هي مقدك ما كناش كنعرفوها وما كانش دايره هذا الشيء. يمكن الوقت والظروف ضحكت على هي وحشتها، لكن انتي ما تخلي وشتي الموضوع ديالها، ما تخليش نفسك انه يتصير معاك نفس الشيء. كنتمناو هاد الناس اللي كيبغيو يضحكوا على المغاربه يراهم حتى هما مغاربه، ما نضحكوش على الناس اللي بحالنا، ما نضحكوش على خوتنا، ما نضحكوش على احبابنا باش نطلعوا على ظهرهم. كنت نتمناو ان ما نديروش الناس ديالنا وحبابنا واهلنا وشعبنا ومواطنينا جسر باش نوصلوا. اللي بغى يوصل يوصل، ماشي بالغوات وبالسبان وبالمشاكل. اللي بغى يوصل يوصل بالنجاح وبالاجتهاد وبالفكر وبكل شيء ممكن ديروه تقدر توصل به. ممكن تحل القناة ولو تبين الانسان غير كيفاش تنظم ثلاجتك او تنظم الماريو ديالك، لان كاينين بعض الناس اللي ما عندهمش ديك القدره باش ينظفوا باش يقادوا باش يتولوا، كيجيهم داك الشيء غريب ومستبعدينه، كيجيهم يعني ما يقدروش يصيبوا ديك الحاجه. علاش ما نحلوش قناه ونوريو الناس كيفاش نرتبوا هاد الحاجه؟ علاش ما نحلوش قناه ونقدوا الناس؟ هاد النقد هذا يكون بناء باش الناس تفيق بالعيب ديالها. علاش ما نحلوش قناه ونعلموا البنات الصغار اللي متزوجات صغار على حيل كنديروهم في دارنا باش كندوزو النهار، او مثلا كنطبخو ونحيدو هادي من هادي والمصروف. علاش ما نبينوش للناس اننا احنا راهنا بواحد المبلغ قليل نقدروا مثلا ندوزو هاد النهار او ندوزو هاد الاسبوع او نكملو الشهر، او مثلا هاد الشيء اللي عندنا قديم نوضو اعاده ال إعادة التبديل التدبير في الأغراض اللي احنا عندنا نقدروا نعودوها. مثلا شي حاجة بحال صحن، بحال تريكو، بحال سطل، بحال أي حاجة نقدروا نعودوها باش نقدروا نوفروا الفلوس ديالنا على الأقل مبدئيا. علاش ما نتعلموش أعمال يدوية ونعلموا الناس؟ علاش ما تكونش عندنا افكار نوصلوها للناس؟ علاش ما نبينوش للناس ان راه كاينين شي حوايج اللي نقدروا ننجحوا بهم ونكملوا ولو القناه ما تكبرش؟ المهم انت كتخدم عليها، واحد النهار غادي ينتبهوا ليها الناس وغادي يدخلوا ليها وغادي يسمعوا ليها. اللي لاحظ معايا ان القنوات اللي هي ناجحه 100% هي القنوات اللي كدير المشاكل، هي اللي كتصرخ، هي اللي كتتهم ناس اخرين، هي اللي كتدخل المشاكل. علاش؟ حيت حنا كشعب مغربي عزيز علينا نعرفوا الخبار ديال الجار ديالنا، او نعرفوا الخبار ديال الجيران ديالنا، او نعرفوا المشاكل ونقول لك راه كاين واحد الدوسي كاين في الدار فلان فلانيه الدوسي، ولا ندق على جارتي فهمتي فلانه شنو دارت، سمعتي فلانه شنو دارت، عرفتي فلانه علاش دارت، شتي راجل فلانه اش كيدير، شفتي راني شفتو لهاد الجي، اختي راكم جايه من هاد الجي، وراجل فلانه ما عرفت مالو ما جاي من هاد الجي، ولا خوها كان من هنايا، ولا عرفتي شكون اللي كان عندها، ما عرفتيش شنو كلات اليوم، عرفتي السطل ديالها خاوي مخرج فيه الزبل، عرفتي كاينين الناس سادين عليهم البيوت وما عارفينهمش الناس اش كيديروا، والناس الاخرين اللي برقاقي بغاو يفهموا شنو المشكل ديال داك الباب اللي مسدود، وداك الراجل اللي كيدخل ويخرج وكيجي يبغي ميكه في يديه، وديك المراه اللي ما كتبانش غير في السطح كتنشر حويجها. يعني كاين شي سر كبير في هذيك الدار، كتبقى تحيض وتبيض وتحيض وتبيض حتى كتدخل عندها، او لا تدخل وتقول لها راه ما مفرشاش راه ما عندهاش الفراش. هذا هو المشكل اللي خلى القنوات ديال المغرب يطلعوا اللي فيهم الصداع، لان صارت الناس كتدخل البيوت الناس بارادتها، صارت الناس كدير المشاكل، صارت الناس كدير المشاكل وكتفضح الناس، وهما اصلا داخل ديورهم، داخل ديورهم كيعرفوا اسرار الناس داخل ديورهم. كنتمنى تكونوا فاهمين بزاف هاد الامور،
وخصوصا هاد القنوات اللي عاد باغا تدخل وباغا تضحك علينا حتى هي، نوقفوها وما نشتركوش فيها. ديما تنقول لكم تكون واحد القناة مختصة تهز الفيديوهات ديال هاد الناس، إذا كان عندنا فضول تهزهم وتحطهم عندها ونشوفهم. يعني إذا كانوا غيدخلوا 100 واحد غادي يدخل غير واحد ولا جوج يهزوا دوك الفيديوهات، ويكونوا عندهم غير بعض الناس اللي كيشوفوهم، وحنايا كنشوفوا من عند دوك الناس الاخرين وكينقدوهم ونقدروا نهضروا فيهم حتى يستغربوا كيفاش جابوا اخبار اللي نشروه، وكان اننا ما عندهمش مشاهدات لكن احنا عرفنا كيفاش جبنا المشاهدات باش نربيهم باش يكونوا عبرة لمن لا يعتبر. شكرا على هذا الفيديو وعلى هذا الاصغاء وعلى هذا الفهم وعلى هذا الكلام اللي قلت لكم يقدر يوصلكم. كنتمنى منكم ديروا اشتراك وديروا لايك، وقناتي راه زوينة بزاف بحال جميع القنوات اللي هما بحالي. وشكراً.